تقول الجماعة تصلي في المسجد بإمام الراتب يصلون ثم تقضى صلاة الجماعة الأولى، ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي، هل هؤلاء لهم أجر صلاة الجماعة؟ لهم أجر صلاة الجماعة إذا فاتتهم الصلاة، إذا فاتتهم الجماعة وأقاموا جماعة ثانية لهم أجر الجماعة. أما إذا تعمدوا التأخر وقالوا حنا نصلي جماعة ثانية هذا لا يجوز، هذا انقسام وتفرق لا يجوز هذا. نعم.